نرهن سويسي 22 سنة من ولاية جابس. أنا مع تغيير النظام، النظام الغامض اللي تسبب في خلق أزمات ومشاكل كبيرة على نتصور اللي الناس وقت اللي باش يلقوا نخبة من شباب تتكلم على مواضيع سياسية وتعطي في رأيها على تغيير النظام وعلى موضوع حساس اليوم، برشا ناس باش تاخذ بالأفكار متاعهم باش تبدل من وجهات نظر متاعها. مصعب الغربي، نقرأ دوا سيونس بوليتيك. مصعب الغربي يقول لا مجال لتغيير النظام. متفائل جدا من الحلقه ذي، والحاجه الاساسيه اللي تخليني متفائل انه نعرف فما عزوفه كبير للشباب. اما اليوم كي تجيب شباب وتقدم شاب يناقش قضيه مهمه وحساسه كيما كيكا، راى انه هذا حافز للشباب باش يعاودوا يرجعوا ويهتموا بشان العام. وكان باش يقولوا لي نظامنا مفهوم. الاستاذ رفع بن عاشور مثلا قال لي طموحاتي ديما تبقى نفسها، اني نكون ناشطه يعني في المجتمع ونكون مواطنه فاعله، نجم نقدم ببلادي القدام ونحاول نصلح لو ماكسيموم حتى ولو في فئه صغيره. وزمنا نفرقوا بين النظام السياسي وبين الاشخاص اللي قاعدين موجودين في النظام السياسي. اليوم انا نشوف انه فما نواب موجودين. هي مهمه، نحن نعرف اهميه الظهور الاعلامي واللي هي تعتبر السلطه الرابعه، دونك باش يكون عندها اضافه كبيره، ولكن نعرف انه وحدنا ما نجموش نعملوا الشيء هذاك. دونك هذاك علاش فما منظمات وجمعيات مثال مناظره اللي تعطينا فرص كيما هكاك. هي عملت اللي عليها، قدمتها للناس. دونك نحن لازمنا من بعد ناخذ المشعل ونحاول من جانب شخص انه كيفاش نكمل ونخدم على المستوى هذايا.